الله وبركاته. أنا مرحبا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنا مرحبا بك عزيزي الطالب في درس جديد، وهو أول درس من دروس النحو في مادة اللغة العربية بعنوان الاسم المفرد. فتعالوا يا أولاد في الأول نعرف إيه هو الاسم المفرد. نلاقي مع بعض يا أولاد أن الاسم المفرد هو ما يدل على شيء واحد، أي حاجة بتدل على شيء واحد، سواء كان هذا الشيء الذي يدل عليه اسم انسان ام اسم حيوان ام نبات ام جماد ام مكان ام صفه ام اسم اشاره ام اي ضمير من الضمائر اللي احنا اخذناها في الترم الاولاني. لو تفتكر حبيبي معايا اخذنا مع بعض ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضمير القائل. طب تعالوا يا اولاد مع بعض ناخد امثله لكل نوع من الانواع اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. لو احنا جينا بصينا لاول حاجه اخذناها لاسم الانسان، امثله لي مثل احمد، مؤمن، سمر، اخي، امي، كل هؤلاء الامثله فهي تدل على اسم انسان. طبعا اسم انسان سواء كان مذكر مثل احمد ومؤمن او مؤنث مثل كلمه سمر، اسم سمر. اذا دل على حيوان مثل اسد، قرد، زرافه، فيل، قطة. أيضا في اسم يدل على الحيوان هناك أسماء مذكرة وهناك أسماء مؤنثة مثل أسد مذكر وزرافة مؤنث. نبات مثل شجر، نخلة، تفاحة، أرز. دل على جماد مثل كلمة سبوة، باب، شباك، كرسي، قلم. إذا دل على مكان مثل مدرسة، البيت، النادي، المدينة، الشارع. وإذا دل على صفة عزيزي الطالب ممكن نقول أي صفة، المهم أن الصفة دي تدل على الشيء المفرد أي يعني بها الهيئة المفردة. صفة ممكن أقول مثلا زي صفة جميل، إنسان جميل، ولد جميل، أو قبيح، أحمر، أزرق، مهذب، كل هؤلاء صفات تدل على الهيئة المفردة. إذا دخل على اسم إشارة عزيزي الطالب نلاقي معانا هذا، هذه، أسماء الإشارة التي تستخدم للقريب، ومعنى أيضا ذلك وتلك أسماء الإشارة التي تستخدم للبعيد. بعد كده بنتحدث عن الضمائر. أول ضمير معانا ضمير المتكلم. إذا ضمير المتكلم يا باشا بتشغل أنا، أه يا حبيبي، ضمير المتكلم أنا ده هو الضمير الوحيد الذي يستخدم للمفرد، سواء كان هذا المفرد مذكر أو مؤنث. أما الضمير الآخر فهو لا يدل على المفرد، وإحنا الدرس بتاعنا أوعى تنسى إن هو بيتحدث عن الاسم المفرد، لذلك إحنا قلنا إيه؟ أنا فقط. ضمير المخاطب عندي هتلاقي أنت وأنت، أنت ضمير مخاطب يدل على المفرد المذكر، وأنت ضمير مخاطب يدل على المفردة المؤنثة. ضمير الغائب هنلاقي معنا هو يدل على المفرد المذكر، وهي أيضا تدل على المفردة المؤنثة. تعالوا أولاد مع بعض كده نشوف احنا في القاعدة يا ترى ايه بقى الحاجات اللي احنا أخذناها. هلاقي ان اللي احنا اخذناه كله النهارده ان الاسم المفرد هو ما يدل على شيء واحد، سواء كان هذا الشيء مذكر زي ما احنا قلنا او مؤنث. مذكر سواء كان عاقل ام غير عاقل، ومؤنث ايضا اذا كان عاقلا ام غير عاقل. طبعا عاقل مفرد، مذكر عاقل مثل كلمه تلميذ فهي تدل على اسم انسان. غير عاقل ايضا مثل كلمه قلم. لاقي برضه يا اولاد معانا المؤنث العاقل مثل مهندسه، ومؤنث غير عاقل مثل كلمه سياره. طبعا يا اولاد احنا اتكلمنا وعرفنا ان الاسم المفرد ده هو ما يدل على شيء واحد، طبعا بيكون اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او مكان او صفه او اسم اشاره او ضمير متكلم او ضمير مخاطب او ضمير غائب. طب تعالى يا اولاد ناخد مع بعض التدريب صغير كده. التدريب اللي معايا بيقول اكمل كل جمله من الجمل الاتيه باسم يدل على مفرد او مفردة.
واحد نقط رائحتها جميله. يا ترى يا اولاد الحاجه اللي رائحتها جميله اللي احنا بنشمها وبنلاقي ريحتها جميله؟ اه شاطر، برافو عليك. الزهره او الورده. اثنين نقط مسرعه. يا ترى يا اولاد ايه الحاجه المسرعه؟ اه الايه؟ شاطر، برافو عليك. السياره. رقم ثلاثة نقط طعمها لذيذ. إيه الحاجة يا أولاد إن إحنا بنستطعمها كده بنحس إن طعمها جميل ولذيذ؟ هنلاقي معانا التفاحة. وإلى هنا عزيزي الطالب نكون انتهينا من شرح هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.